السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبارنا إيه؟ النهاردة معادنا مع المحاضرة الثالثة اللي هي الـ Premature Infant. تمام؟ ده الجزء الثالث بتاعنا بتاع الـ Newborn. زي ما اتفقنا إن أنا عندي هنا الـ Premature بتاعي لازم نبقى قبل ما نتكلم عليه نبقى عارفين إيه هو الـ High Risk Infant أو إيه هو الـ High Risk Baby. الهاي ريسك بيبي اللي هم متعرضين للمشاكل العنيفة او اللي هيخلونا نوصل للمشاكل اللي من ضمنها البري تيرم. الهاي ريسك انفانت ار ذوز هوم ذا ليفلز اوف جروس اند ديفلوبمنت لزان نورمال او اكزيد ذان نورمال، يبقى هنا اقل من النورمال او زيادة عن النورمال. هم دول الهاي ريسك ايه بيبيز اللي هم هيبقى الجروس بتاعهم والديفلوبمنت اقل من الطبيعي او اكتر من الطبيعي. طب ليه بيحصل معاهم كده؟ ليه بيحصل معاهم لغبطة في الجروس والديفلوبمنت؟ علشان في اسباب اكيد هي اللي عاملة لي كده، اسباب مرضية هي اللي عاملة لي كده. علشان اعرف الهاي ريسك ديليفرز او الهاي ريسك بريجننسي اللي بيؤدي الى الهاي ريسك انفانت، عندنا ثلاث مجموعات من الاسباب. اكيد احنا عندنا هنا الطفل ده علشان يخرج محتاج الام وفي طفل وفي ليبر اللي هو الولاده. فلو المشاكل حصلت للام او مشاكل حصلت في الليبر او مشاكل حصلت للبيبي الصغير، الواحده من الثلاثه دول تعمل لي الهاي ريسك ديليفري او الهاي ريسك بريجننسي او الهاي ريسك انفنت. تمام؟ طيب احنا عندنا هنا ايه المشاكل اللي في الام ممكن تخلي الطفل بتاعي يبقى نازل مش طبيعي او يبقى نازل عنده مشاكل في النمو سواء بالزيادة او بالنقصان. زي ما اتفقنا مشاكل الام دي زي ايه؟ زي الـ end of ages اللي هي الـ very young mother او الـ very old mother. تمام؟ الاكتر من 35 او اقل من 20 سنة دول ممكن يبقى عندهم مشاكل في الحمل بتاعهم والولادة. طب الام لو عندها امراض مزمنة زي الديابيتك زي الهايبرتنسف، تمام، برضو دي تأثر على عملية الحمل والولادة. لو الام عندها مشاكل او عندها عادات مش كويسة زي شرب الخمرة وشرب السجاير السموكينج والالكوهول، لو الام عندها برضو مشاكل اثناء البريجنانسي زي توكسيميا اوف بريجنانسي، صح، او الانفكشنز حصل لها اي التهابات او اي مشاكل اثناء البريجنانسي. طب الام اللي بتحمل كتير اللي هي المالتي باريتي، كل ده اسباب في الام بتسبب ان يبقى في مشكله في الحمل والولاده. طب مشاكل لها علاقه بالطفل، الطفل هو بقى المتسبب في المشكله بتاعه النمو بتاعته، زي ايه؟ زي ما بيكون في كونجينيتال انومالي في الطفل، صح، او الطفل بتاعي سمول فور ديت، او زي ما بنقول بريماتور، او الطفل بتاعي له اكتر من عدد، ماشي، يعني كان توائم كتير، او عنده مكونيوم اسبيريشن يعني الطفل بتاعي بلع البراز بتاعه اثناء الولاده. كل ده بتاثر على الطفل وبتخلي النمو بتاعه مش مظبوط وبتخليه يطلع بمشاكل. طب في مشاكل في الدليفري في الـ في الـ في الـ في عمليه الولاده ذات نفسها زي البرولونجد ليبر اللي هي الطويل، الليبر الطويل اللي بياخد فيه الطفل وقت طويل على بال ما يخرج من بطن امه. ففي الحالة دي من بطن امه ففي الحالة دي بنبص نلاقي عندنا هنا الطفل يطلع لي بمشاكل. لو في عندي كورد برولابس يعني الحبل السري بتاعه نازل قبليه او نازل لافف حواليه، او هو في مالتيبل بريجننسز برضو ان في حمل كذا حمل يعني جوه اللي هم التوائم، تمام، او بريماتور رابشر اوف ميمبرين او الممبرين بتاع الطفل اللي هو حواليه وبيحميه رابشر بدري يعني انفجر بدري واتفتح بدري، فبيخلي الطفل بتاعي ده النمو بتاعه مش مظبوط وبنسميه الهاي ريسك انفانت. طيب الهاي بعد ما عملنا الهاي ريسك انفانت وعرفنا يعني ايه هاي ريسك انفانت ويعني ايه هاي ريسك ديليفريز، تمام، في تقسيمه معينه مهمه جدا لازم ابقى عارفها اللي هي تقسيمه الاطفال بتاعتنا او الديفينيشن بتاع الاطفال بتاعتنا على حسب التقسيمات المختلفه. في تقسيم على حسب الجستيشنال ايج، الجستيشنال ايج يعني معناها العمر الزمني جوه الرحم، العمر بتاع الحمل بتاع الطفل. عندنا بريماتور
او بري تيرم، وفي عندنا الفول تيرم، وفي عندنا البوست تيرم. يعني ايه لما تقول بريماتور دي تعني ايه، او البري تيرم تعني ايه؟ البريماتور او البري تيرم بتعني ان النيو بورن بتاعي ديليفرد بيفور 37 ويك فروم ذا فيرست داي اوف ذا لاست منسترال سايكل. يعني انا عندي اتولد قبل 37 اسبوع من الحمل، من اللاست منسترال سايكل اللي هي اخر طبعا ميعاد بيريود للام. تمام. طب الفول تيرم ده اللي اتولد في الميعاد بتاعه، وميعاد الولاده الطبيعيه لاي فول تيرم نورمال بيبي او نورمال نيو بورن اتفقنا ان انا عندي من ال 37 لل 42 ويك اوف جستيشنال ايج. تمام. اما البوست تيرم بقى فهو اتولد بعد ال 42 اسبوع او اللي هو ال 42 ويك ريجاردلس لايه، للبيرس ويت. كل التقسيمه دي ريجاردلس للبيرس ويت. يعني ايه ريجاردلس للبيرس ويت؟ يعني مهما كان البيرس ويت بتاعه طبيعي واتولد بوست ديت فهو بوست ديت، اللي هو بعد 42 اسبوع فهو بوست ديت. فريد اتولد بعد 42 اسبوع ووزنه لسه 2.5 هو برضو بوست ديت. اتولد بعد 42 اسبوع ووزنه لسه 1.5 كيلو برضو اسمه بوست ديت. تمام. ليه؟ لانه خلاص طالما عدى 42 اسبوع من الحمل بتاعه جوه الرحم ده سميناه كده بوست ديت ريجاردلس للبادي ويت. يبقى التقسيمه دي وانا بقسمها بقول على حسب الاسابيع بتاعه الحمل، ماليش دعوه بالطفل بتاعي خارج وزنه عامل ايه. يعني افرضي افرض الطفل بتاعي خرج قبل 37 اسبوع ووزنه 2.5 او 3 كيلو، يعني هو دلوقتي 3 كيلو اقول عليه طبيعي؟ اقول عليه ده كده فول تيرم؟ لا طبعا. ليه؟ لانه هنا ما قعدش الفتره بتاعته الطبيعيه. يبقى انا عندي التقسيمه دي ريجاردلس للبادي ويت، دي مهمه جدا، ريجاردلس للبادي ويت. ده ريليتد. تاني تقسيمه على حسب البيرث ويت بقى، الطفل طالع لي وزنه قد ايه، وهم حاجتين يا سمول فور جستيشنال ايج او سمول فور ديت، يا اما ابروبريت ايه فور ديت. تمام. يبقى انا على حسب البيرث ويت، يعني الطفل خارج لي ازاي، الطفل خارج لي وزنه ايه. سمول فور ديت ده معناها ان الطفل خارج النيو بورن بيبقى الويت بتاعه اقل من المعدل الطبيعي، وده بيتم قياسها على حسب ايه، على حسب الرسومات بيانيه او مخططات بيانيه بتبقى فيها محطوط فيها عمر الطفل اللي هو اضاه جوه بطن الام في الحمل اللي احنا بنسميها الجستيشنال ايج، وايه الوزن اللي طالع لي او الجراس اللي طالع لي للطفل ده، وببتدي اشوف هو ماشي مع المعدل الطبيعي او مع الرسم البياني الطبيعي او المخطط الطبيعي في الرسم البياني ولا اقل من المخطط الطبيعي. المخطط الطبيعي بيتراوح ما بين 10 ل90 سنتايل، يعني هم حاطين كده رسم بياني، في رسم بياني 10 وفي رسم بياني 90. هنلاقي مخطط بياني كده بيبقى فيه 10 ومخطط بياني بيبقى 90. الطفل الطبيعي بتاعي لما اقيس وزنه او اقيس معدل النمو بتاعه جوه للفتره الزمنيه اللي قضاها جوه بطن مامته بلاقيها واقعه في المرحله دي او في المكانين دول خلاص. لكن لو لقيتها تحت العشرة سنتايل تمام، هيبتدي كده يدخل الطفل بتاعي فيما يسمى بالسمول فور ديت، فبما يسمى في السمول فور ديت. يبقى انا عندي هنا السمول فور ديت او الابروبريت فور ديت، ده بيقيس الطفل بتاعي على حسب المده اللي قضاها في الحمل ووزنه، ودي بتبقى عن طريق تشارتس، عن طريق زي ما بنقول كده رسومات بيانيه معدلات بيانيه بيظهر الطفل معنا فيها طبيعي ولا لا. طيب لما نيجي نتكلم بقى على اللو بيرس ويت انفانت بالذات، ايه الطفل اللي وزنه قليل ده اللي انا بتكلم عليه؟ الديفينيشن بتاع اللو بيرث ويت انفانت هو بيبي ديليفرد ليس ذان 2.5 كيلو جرام. يعني انا عندي ان الطفل بتاعي خرج وعند الوزن بتاعه اقل من ال2.5 كيلو جرام، ده وش كده اسمه اللو بيرث ويت. احنا اتفقنا في النورمال نيو بورن اتفقنا ان انا عندي فيه ليميتس للوزن او للويت اللي هو من 2.5 ل4، واتفقنا ان او ل3.5، وقلنا ان انا عندي الابروبريت او المتوسط بتاعي او الفيري جود ويت هو ال3 كيلو
تمام، اقل من 2.5 ده بسميه low birth weight infant. low birth weight infant regardless للايدج زي ما بنقول كده، يعني افرضي الطفل مولود في ميعاده الطبيعي وكل حاجه ما اسميهوش low birth weight، ولو هو اقل من 2.5 لا طبعا يتسمى low birth weight infant. يبقى انا عندي low birth weight infant، تمام، اللو بيرس ويت انفانت بتاعي زي ما اتفقنا ان انا عندي هنا، بنقول ان انا عندي الطفل بتاعي زي ما احنا ماشيين بالظبط ان هو داخل في المرحله بتاعه الوزن، انا ماليش دعوه اتولد امتى. اللو بيرس ويت انفانت ممكن يكون يا بريماتيور بيرس اللي هو طفل اتولد بدري ما خدش فرصته جوه بطن الام عشان يخرج في ميعاده، فبالتالي ما قدرش يوصل لوزنه الطبيعي فهو اسمه بريماتيور او بري تيرم بيبي، او عنده مشكله في الانترا يوتراين لايف خلت فيه ديفكت في الجروس والديفلوبمنت، يعني هو قعد وخد مدته تمام التمام وطالع في ميعاده بس في مشاكل جوه بطن الام اللي احنا لسه قايلين الهاي ريسك انفانت مخليه النمو بتاعه جوه بطن مامته مش طبيعي، فخرجوا لي في ميعاده بس خارج برضو وزنه متاثر ووزنه قليل. يبقى انا عندي الطفل اللي خارج لي اقل من 2.5 ده يا طفل خرج بدري فما خدش فرصته لحد ما الوزن اتعمل، يا طفل خرج في ميعاده بس كان في مشاكل جوه بطن الام مش مخليه الجراس والديفلوبمنت يتم صح او يتم بصوره كويسه، تمام. طيب البريماتور والسمول فور ديت لوك ديفرنت وهاف ديفرنت بروبلم وهاف ديفرنت زي ما بنقول كلينيكال بيكتشر كل حاجه، يعني شكلهم العام هم البريماتور والسمول فور ديت الاثنين وزنهم قليل او لو بيرث ويت، ولكن شكلهم العام مختلف وبالتالي مشاكلهم مختلفه وبالتالي كل واحد فيهم له طريقه في التعامل معاه. ما انا ليه بشرح لكم الانفانت اللي هو البري تيرم وليه بقول لكم ان في فرق ما بين البري تيرم وما بين اللو بيرث ويت انفانت، وليه بنتكلم ونقول الحاجات دي علشان نقدر نفهم طبيعه الطفل اللي خارج من الام ده انا هتعامل معاه ازاي. يا ترى هو نورمال بيبي مفيش اي مشاكل زي ما اتفقنا وعرفنا ازاي نميز الطفل النورمال نيوبورن، ولا هو فيه مشكله فبالتالي محتاج ان انا اتعامل معاه معاملة خاصة، بالتالي محتاج ان انا اهتم بيه اهتمام خاص علشان امنع عنه المشاكل واحافظ عليه، لان الطفل ده من المشاكل اللي هتحصل له اللي هو البري تيرم ده او السمول فور ديت ممكن تؤدي بيه للموت. فانا بالتالي لو كنت فاهم طبيعة الطفل اللي انا بستلمه ده او اللي انا بشوفه بعد الولادة ده واقدر يعني اتعامل معاه بالطريقه اللي هو محتاجها وبالطريقه الصح اللي تحافظ عليه وبالطريقه اللي تخليه يتعدى المشاكل اللي هتحصل له او يتاقلم معاها او يغطيها، بالتالي اقدر احافظ على الطفل بتاعي من انه يموت. فانا هنا استفدت بدراستي واستفدت بالعلم اللي انا ضيعت فيه وقتي على طفل حافظت عليه وقدرت فعلا اوصله للمكان الصح اللي هيتعالج فيه، وقدرت اتعامل معاه لحد ما اوصله للاخصائي او للي هيتابعه بصوره كويسه، وبالتالي كده انا فدته وفدت اللي حواليه وفدت نفسي، تمام. انا بعرف الكلام ده علشان فعلا البريماتور والسمول فور ديت هما شكلهم غير بعض، البريماتور والسمول فور ديت كل واحد له مشاكله وكل واحد محتاج ان انا اتعامل معاه بالطريقه اللي هتخليني احافظ عليه من المشاكل دي وبالتالي عليه من. عشان نفرق ما بين البريماتور والسمول فور ديت، تمام، بط الترم، يعني انا عندي هنا دلوقتي طفل البريماتور اتفقنا ده اتولد بدري عن 37 اسبوع وحفظناها خلاص، السمول فور ديت ده اتولد في ميعاده ولكنه حصل له ديفكت في الجروس جوه الانترا يوتراين لايف فخرجت لي طفل صغير عن الوزن الطبيعي او لو بيرث ويت وزنه اقل من 2.5. طب انا عندي لو عندي الطفل ده والطفل ده وانا عايزه افرق ما بينهم، دول اربع خمس حاجات تقدر تخليك بالنظره الواحده كده هعرف الفرق ما بين الاثنين، تمام، اذا كان ده فعلا بري تيرم ولا سمول فور ديت. انا خلاص جبت الطفل بتاعي وزنته لقيت وزنه اقل من 2.5 كيلو جرام، الطفل بتاعي بقى انا مش عارف يا ترى هو اقل من 2.5 كيلو جرام علشان هو مولود بدري
ولا علشان خاطر هو في مشكله في الانتراترين لايف عملت له جروث ريتارديشن اللي هو متمثل في السمول دي فور ديت. انا لازم افرق. طب انا افرق ازاي اذا كان انا بقى استلمت الطفل اهو، لا عارفه التاريخ المرضي بتاع الام، ولا عارفه الام دي والده في ميعادها ولا والده امتى، ولا ممكن الام اصلا تيجي لي في وحده صحيه ما تكونش اساسا متابعه مع حد، وما تكونش عارفه هي كانت حامل من امتى وجت في ولاده فجاه. فانت استلمت الطفل كده كده ومحتاج انك تفرق ما بينهم، واستلمته ووزنته لقيت وزنه قليل، لا ده انا محتاج افرق ما بينهم، ما ينفعنيش الكلام ده علشان اشوف كل واحد وظروفه عامله ازاي. تمام. فانا عندي هنا الاربعه خمسه دول لازم يتحطوا في دماغي. البريماتور بيبقى سمول يعني صغنن كده بس بلمب مكلبص كده، ليه؟ لان السبكوتينوس فات موجوده لسه وشغاله، النمو بتاعه كان كويس بس ما لحقش ياخد وقته، فطلع صغير ولكن مبطبط زي ما بنقول كده، خدود بقى ورجلين وايدين كده نلاقيهم منفخين وجمال. تمام. ليه؟ لان زي ما بنقول الجروس جوه بطن امه كان ماشي طبيعي جدا، بس هو اللي ما لحقش في الوقت. طب العكس في الايه، في السمول فور ديت، هو طفل واخد وقته وكل حاجه بس النمو جوه بطن الام ما كانش طبيعي، فهينزل يا عيني زي ما بنقول كده ويستد. ويستد يعني ايه؟ يعني ناشف، يعني معصعص، يعني ما نلاقيش خدود بقى، وما نلاقيش ايدين مبطبطه بقى، وما نلاقيش رجلين كده مقلبزه، والكلام ده مش هنلاقيها. ليه؟ لان هو اصلا كان فيه مشكله في الايه، في النمو بتاعه جوه بطن امه، هو ما كانش مشكلته في وقت، ده مشكلته في النمو ذات نفسه، فما فيش ايه قابليه ان هو ينمو بقى. السبكوتينيوس فات بتاعته بقى والبقلظه والقلبظه دي مش عارف تحصل له او مش عارف يحصل عليها لان في مشكله. يبقى اول حاجه الطفلين عندهم وزن اقل من 2 كيلو ونص، اه طبعا، لكن هنا هلاقيه مقلبص كده ومنفخ ومتختخ، لكن التاني ويستد اللي هو ناشف ومعصعص، نلاقي جلده على العظم على طول. طب تاني نقطه، البريماتيور بتاعي طالع احمر وجميل وفيري بينك وايه ولونه حلو كده، تمام، لكن هنا طبعا هيطلع بيل، هيطلع بهتان بقى. ليه؟ لان هو زي ما بنقول كده مش عارف ينمو طبيعي، في مشكله مخليه النمو بتاعه مش طبيعي. طب البريماتور بتاعي اللانجلو هير، اللانجلو هير بتاعه هيبقى فيري ليتل، فيري سن، الشعر اللي بيبقى مغطي جسم الطفل النورمال نيوبورن، احنا قلنا النورمال نيوبورن بيبقى عنده لانجلو هير، في حاله البريماتور هنلاقي اللانجلو هير ده فيري سن وفيري ليتل، قليل. ليه؟ ما خدش وقته عشان يطلع، ما خدش وقته علشان ينمو. هنا بقى الطفل اللي هو السمول فور ديت، لا ده انا هلاقي سيك ودارك هير واول اوفر ذا بودي عادي خالص زي بتاع النيوبورن الطبيعي جدا، لانه واخد وقته ما كانش فيه اي مشكله. البريماتور السكين بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ السكين بتاعه هيبقى فيري سين، فيري ترانسبيرنت، هبص الاقي السكين بتاعه خفيف جدا وضعيف جدا ورفيع جدا، والاندرلاينج بلاد فيسلز هبقى شايفها وباينه قدامي. تمام. فانا علشان كده ايه افرقه من السكين بتاع السمول ديت، هبص الاقي السكين بتاعه بقى دراي ولوز وسك، يعني واخد حقه في النمو. هنا لا، هلاقيه رفيع جدا في البريماتيور لانه ما خدش وقته في النمو. طيب بالنسبه للماسلز بتاعت البريماتيور، البريماتيور خارج مش في ميعاده، فبالتالي الماسل باور بتاعته والماسل اكتيفيتي مش هتبقى شغاله كويس، فهنلاقي الطفل بيتولد البريماتيور ده نلاقيه مسخسخ خالص، مرخرخ خالص، ما بيتحركش على ترابيزه الولاده ولا على ترابيزه اللي انا بكشف عليها، بيبقى فلوبي. فلوبي يعني ايه؟ يعني مرخي خالص، ايديه ورجليه هنلاقيهم مرخيين. احنا عارفين النورمال بوزيشن بتاع النيوبورن لازم يكون في وضع اكتيفيتي، ولازم يكون في وضع فلكشن وايه واكستنشن لللمبز، الفور لمبز بتوعه بنبص نلاقيهم فلكسد وبيعمل فلكشن واكستنشن وبيبقى فيه اكتيفيتي، ده النورمال نيوبورن. هنا ده بريماتور اتولد بدري، الاكتيفيتي بايظه، هنلاقيه فلوبي يعني مرخي خالص. اما في حاله السمول فور ديت المسل تون كويسه، هو الولد مش المشكله في الاكتيفيتي ولا المشكله في الميعاد، ده المشكله في النمو هي اللي خرجته لي معصعص وبتان وحالته زي ما احنا بنقول كده مش ايه مش مظبوطه.
تمام. طب البريماتشور ابص على ودانه الاقي ودانه لسه immature cartilage. احنا عارفين ان الودان بتاعتنا فيها cartilage من الشفاه، او اي واحد يمسك ودانه هلاقي في حته ناشفه فيها. الطفل اللي لسه مولود وطبيعي قلنا الودن بتاعته بتبقى completely formed، تمام، ده بريترم ما خدش وقته، فهلاقي الودان بتاعته ايه very soft، طريه خالص لسه، الكارتليج لسه ما اكتملش نموه، على عكس السمول فورديت. السمول فورديت خد وقته، فالكارتليج بتاعته بتاعت ودانه تمام التمام. طب بالنسبه للجينيتاليا، ولو تفتكروا لما جينا نشرح الجزء بتاع الاكزامينيشن بتاع الجينيتاليا قلنا من الحاجات المهمه اللي لازم ابص عليها، علشان هي دي برضو اللي هتفرق لي البريماتيور من السمول فورديت. ليه؟ السمول فورديت خد وقته، فهلاقي الجينيتاليا اتعملت وتمام التمام سواء ميل او فيميل. اما البريماتيور لا، هبص الاقي طبعا لسه ما اكتملش النمو بتاعي، فانا بالنسبه للميل او الفيميل هلاقي فيه ديفكت. بمعنى ايه الديفكت؟ بالنسبه للفيميل الليبيا ماينورا هي اللي ظاهره اكتر من الليبيا ميجورا، الليبيا ميجورا لسه ما اكتملش نموها. بالنسبه للسكروتم في حالات الميل هلاقي لسه السكروتم بتاعتي ما اخدتش وقتها في تكوين الروجي، وما بقتش فيري دارك، احيانا التستس ما تكونش لسه نزلت كمان، تمام. لكن السمول فور ديت هو طفل معصعص، طفل صغنن، طفل اتولد بدري، لكنه خد وقته في التكوينات بتاعت جسمه المختلفه، فالودن بتاعته نشوف الطفل موجوده بتاعي الوزن الروجي بتاع السكروتم موجوده. انا عايزه افرق ليبيا ميجورا وماينورا ولا سمول فور ديت، من الاربعه خمسه دول اقدر احط ايدي وابصم اذا كان ده بري تيرم ولا سمول فور ديت، بالرغم اني ما اعرفش ايه ميعاد الولاده بتاعته. يعني انا لا اعرف عن امه حاجه، ولا اعرف اذا كان معروف عنها ان هي جايه تولد بري تيرم ولا سمول فور ديت، ولا الكلام ده كله. من ايه؟ من خبرتي ومن دراستي اقدر افرق ما بينهم. طب انا بفرق ما بينهم ليه؟ لان هنا قلنا الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل والمشاكل اللي ممكن تحصل للبريماتيور والسمول فور ديت مختلفين عن بعض. هلاقي ان المشاكل اللي بتحصل للبريماتيور اكتر بكتير من السمول فور ديت. ليه بقى اكتر بكتير من السمول فور ديت؟ لان السمول فور ديت احنا اتفقنا ده طفل خد وضعه وخد وقته والنمو بتاعه اكتمل وتمام التمام واجزائه خلصت والبارتس بتاع الجسم كلها خلصانه، بس معصعص شويه، الديفلوبمنت بتاعه واقع شويه، على عكس البريماتيور ما اخدش وقته في التكوين بتاع اجزاء جسمه المختلفه، فوظائف جسمه كلها هتبقى ملخبطه ومش مكتملة، فبالتالي هيأثر على المشاكل اللي ممكن تحصل له. المشاكل اللي ممكن تحصل له respiratory distress syndrome، ممكن يحصل له asphyxia، ممكن طبعا temperature instability، ممكن يحصل hemorrhage، ممكن يحصل apnea، ممكن يحصل difficult many difficult problem زي الفيدنج وزي الرينال وزي الكرنكتروس وزي الانيميا، في حاجات كتيره جدا للبريماتيور. ليه؟ علشان البريماتيور ما اكتملش اجزائه بالطريقه الصح، بقى في مشكله كبيره في انتاج الايه، في انتاج الوظائف بتاعته، الوظائف بتاعته غير مكتمله، تمام. طيب اما السمول فور ديت اتفقنا هو خد وقته والدنيا تمام التمام، بس المشكله في ايه؟ ان هو معصعص شويه، فممكن يحصل له شويه هايبوجلايسيميا، ممكن يحصل له شويه بالموناري اسبيريشن، مكونيوم اسبيريشن، تمبريتشر انستابيليتي، شويه انفكشن، شويه ديفكت في الايه، في الاستورج بتاعه بتاع الايرن وبتاع الكالسيوم، كلام مشاكل قليله بالنسبه للمشاكل اللي بتقابلني في حاله البريماتيور. طبعا الايتيولوجي بتاع البريماتيورتي هي نفس الايتيولوجي بتاع الهاي ريسك انفانت او الهاي ريسك دليفري اللي احنا شرحناها في اول المحاضره، اللي هو يا اما الاسباب في الام، يا الاسباب في الطفل، يا الاسباب في طريقه الولاده، هي دي اللي خلت الطفل بتاعي يخرج بدري عن ميعاده، تمام. ولكن السبب الرئيسي اللي يخليه يخرج بدري عن ميعاده احنا مش عارفينه قوي، ولكن احنا بنقول بتشمل الايه، المشاكل دي اللي هي مشاكل ام، مشاكل طفل، مشاكل في طريقه الولاده هي اللي سببت ان الطفل بتاعي يخرج قبل ميعاده، تمام. البريماتيوريتي دي احنا اتفقنا الطفل بتاعي النورمال نيوبورن، عرفنا ايه الكرايتيريا بتاعته كامله علشان اقدر افرقه واعرفه اذا كان فعلا نورمال وجود نيوبورن ولا هو ابنورمال، واقدر اعمل ان واشخصه ان هو بريماتيور، تمام. يبقى انا عندي علشان اعرف الطفل بتاعي فعلا بريماتيور ولا لا لازم اخده تفصيليا كده زي ما عملنا الكرايتيريا بتاع النورمال نيوبورن كامله، لازم اعرف نفس الحكايه في البريتيرم. الكرايتيريا الكامله هبدا بايه؟
هبدأ بالجنرال appearance. الجنرال appearance بتاعي هنا الطفل بتاعي بيبقى small in size، يعني لسه قايلين حجمه صغنن بس بلومبي، يعني في فات في التشيك، في فات في الهاند، في ايه different parts of the body كويسة ومليانة، لكنه بيبقى small in size. لازم تبقوا عارفين ان general appearance بتاعه لما اجي ابص عليه في ترابيزة الولادة، احنا لسه قايلين المصل activity بتاعته مش شغالة كويس، فبالتالي هبص الاقي ان هو واخد الفروج بوزيشن. فروج بوزيشن زي الضفدعة كده لما بتبقى مرمية في الارض، بنبص نلاقيها مرخية. طبعا احنا الاكستريميتيز او الابر لمب واللور لمب هنبص لان هم اكستندد، تمام. الوضع بتاعنا ان عندي هنا الهيد تاتش الني التشست او التشيك تاتش التشست مش موجود، كله بيبقى فيه لاج، يعني مرمي كده ملهوش اي اكتيفيتي خالص لان الماسل باور بتاعته ضعيفه. طب لو شفنا ادي الابيرنس بتاعه، لو جينا بصينا على راسه، هنبص نلاقي راسه بالنسبه للبادي بتاعه كبيره. هو برضو النورمال نيو بورن بيبقى بالنسبه للبادي بتاعه كبير لو تفتكروا، ولكن هنا هيبقى بصوره اكبر، تمام. الهيد بتاعته ما هياش اكتف زي التاني. الطفل النيو بورن بتاعي ببص تلاقيه عمال يحرك في راسه او يبدا يحرك في جسمه كله، لا هنبص نلاقي ان راسه ملفوته على ناحيه واحده. طب انا لو بصيت على الهير بتاعه، اكيد الهير بتاعه بتاع البريماتور ده هيبقى فيري فاين فيري سين فيري فيري ايه فيري ليتل، يعني هيبقى قليل قوي وحاجات خفيفة خالص. ويمكن هنا زي ما بنقول كده الطفل بتاعي ده تحس ان هو زي ما يكون اقرع اصلا، ما هو ملحقش ياخد وقته علشان الهير بتاعه يخرج، تمام. طيب الاي بتاعته، ابص على الاي الاقي انها موجوده، يعني في اي بول جوه بس، تمام. طب ابص على السكن، احنا اتفقنا السكن بتاع البريتيرم بيبقى فيري ثين فيري الاستيك، الاندرلاينج بلاد فيسلز اللي هي الاوعيه الدمويه اللي من تحتها باينه جدا وواضحه جدا لان هو مش واخد وقته في التكوين، تمام. ابص الاقي ان انا عندي هنا السكن بتاعه عليه فيرنيكس كازيوزا اللي هي الماده الشمعيه اللي بتبقى حوالين الاطفال النورمال نيوبورن. المفروض النورمال نيوبورن بلاقيه متغطي تماما تماما وفي كميه كبيره جدا من الايه الفيرنيكس كازيوزا، لكن في حاله الطفل بتاع البريماتور هلاقيها فيري ليتل. نفس الفكره اللي احنا اتفقنا عليها بتاعت مين، بتاعت اللي هي اللانجيو هير، اتفقنا اللانجيو هير دوت بيبقى فيري سين اند فيري ليتل، تمام. طيب بنقول بالنسبه للبريست، ابص على البريست، البريست هناك قلنا ان البريست تشو موجود واحيانا يبقى فيه بريست انلارجمنت في حاله الايه البنات، وقلنا ان انا عندي ما اخليش الام تتخض واقول ان الموضوع طبيعي بسبب تاثير الهرمونات اللي راجع معانا المحاضره الاولانيه. البريست هنا بقى تشو بتاع البريماتيور الاقي اقل من 10 مللي في الدايمتر، الاقي البريست تشو لسه ما اتعملش، الاقي النبل لسه فيري فيري ايه يعني فيري سمول او يمكن تبقى انفيزبل خالص مش شايفها، النبل بتاع البريست مش شايفها، في بريست تيشو اقل من 10 مللي في الدايمتر. ابص على الجينيتاليا، ومن الحاجات مهمه الجينيتاليا، قلنا ان انا عندي ما خدتش وقتها، فالروجي بتاع السكروتوم الاقيها مش موجوده، الداركنس مش موجود، التست كيل ممكن تبقى لسه كمان ما نزلتش، التست بتاعنا ما نزلوش. طب في الفيميل قلنا الليبيا ماينورا باينه، الليبيا ميجورا فيري ليتل، تمام. ابص على الاكستريميتيز الاقي الارم ان هي اكستندد بدل ما كانت فليكسد في حاله النورمال نيوبورن الاقيها اكستندد، والاقيها السن والاقي ما فيش اكتيفيتي. ابص على الكريز كمان الموجوده في الهاند وفي السول، اتفقنا ان من الحاجات المهمه اللي هي الكريز اللي هي العلامات والخطوط اللي بتبقى في بطن الايد وفي بطن الرجل، الخطوط دي كل ما كانت موجوده بصوره اكبر في الهاند او السول كل ما كان الطفل بتاعي داخل في سكه الفول تيرم. لكن الكميه بتاعتنا هنا من العلامات دي بتبقى فيري ليتل في حاله الطفل البري تيرم. فاضل لنا الريفلكسز، واتفقنا ان الريفلكسز دي من الحاجات الطبيعيه اللي ربنا حاططها في البني ادم علشان هتفيده في الفتره دي من العمر، تمام. في حالة البري تيرم طبعا لسه الخلايا المخية بتاعته ما اشتغلتش كويس، ولا الأعصاب اشتغلت كويس، ولا النمو بتاعه اكتمل، فبالتالي الريفلكسز دي ممكن ألاقيها ضايعة أصلا أو ضعيفة خالص،
تمام. ودي من الحاجات اللي بتسبب مشاكل في الرضاعة كبيرة جدا، لان احنا متفقين ان معظم الريفلكسز دي بيبقى الطفل محتاجها علشان الايه السكلينج، علشان السوالوينج، علشان الايه تيرنينج توورد الايه السايد بتاع البريست فيد، تمام. كل الكلام ده هو محتاجه علشان الفيدنج، فهيبقى فيه ديفكت، يبقى بالتالي هيبقى فيه ديفكت في السكل في الفيدنج. هنا برضو ده جدول بيفرق لي بسرعه كده ما بين البري تيرم والفول تيرم، تمام. يعني انا عندي عشان الطفل بتاعي ابدا اعرف بري تيرم او فول تيرم في 5 6 حاجات كده ابص عليهم في السريع قبل بقى ما افصصه، زي ما احنا بنقول افرض انا ما عنديش وقت او الطفل اتولد عندي اهو وتحت ايديا وعايز اشوف بسرعه جدا ده فول تيرم ولا بري تيرم، بال4 أو 5 حاجات دول هقدر اعرف ايه الحاجات اللي تقدر تفرق لي بسرعه. اول حاجه السول كريز، ابص على بطن رجله. بطن رجله دي المفروض بتبقى فيها خطوط وعلامات مغطيه تلتين السول، تلتين بطن الرجل. لو انا لقيت الخطوط والعلامات في بطن الرجل ماليه بطن رجله وواخده تلتينها، ده انا كده فول تيرم. لو لقيتها اقل من التلت يبقى انا عندي كده ده بري تيرم. يبقى اتفقنا اول حاجه همسكها ابص عليها ايه؟ هبص عليها السول كريز اللي هي الخطوط بتاعه بطن رجلي. لقيتها مغطيه بطن رجلي كلها ومليان خطوط وعلامات، يبقى ده دليل على انه فول تيرم. لو لقيناها قليله جدا اقل من تلت بطن الرجل بقى ده اسمه ايه؟ اسمه بريترم. تاني حاجة بص عليها بسرعة ودانه. احنا لسه قايلين الودان من العلامات المهمة جدا، الكارتليج ناشف وكويس وتمام التمام ده كده فول تيرم. الكارتليج لسه سوفت ومش لاقياه او حاسة ان هو مش موجود اصلا، ده بريترم. طب انا بصيت على ودانه، يبقى انا عندي بصيت على كعب رجله او بطن رجله، بصيت على ودانه، ابص على البريست والنبل، صح؟ البريست والنبل احنا لسه قايلين من العلامات المهمه جدا، النبل في حاله البري تيرم انا مش شايفها اصلا، النبل في حاله الفول تيرم لا موجوده وباينه وواضحه. البريست تيشو في حاله الفول تيرم اكتر من 10 مللي، تمام، اكتر من 10 مللي. اما ايه البري تيرم فهلاقيها اقل من 10 مللي او اقل من 7 مللي، تمام. طيب يبقى انا عندي، انا بصيت على كعب رجله، بصيت على ودنه، بصيت على البريست تيشو والنبل، ابص على السكالب هير على ايه شعر راسه، احنا لسه قايلين بري تيرم احس انه اقرع خالص، فيري فاين فيري ليتل، تمام. اما الطفل اللي مولود وخد وقته هتبقى باينه وواضحه جدا وريزد وسك وكل حاجه، تمام. طب بعد كده ابص على مين وقايلين مهم جدا الجينيتاليا. قلنا الجينيتاليا من الحاجات المهمه اللي هتفرق لي النيو بورن من البري تيرم، اللي هتفرق لي السمول فيرديت من البري تيرم. كل دول بيبقوا ورا بعض، بيبقوا ورا بعض، تمام. يبقى انا عندي لازم ابص عليهم كويس جدا، ابص عليهم كويس جدا عشان هتفرق لي الجينيتاليا، هتفرق لي الحالات المختلفه من المشاكل اللي ممكن تقابلني. اول ما ابص على الجينيتاليا والاقي الروجي بتاعه السكروتم موجوده، والاقي الداركنس بتاع السكروتم موجود، والاقي التستس نازل في مكانه، بالنسبه للفيميل الاقي الليبيا ماينوره موجوده والليبيا ميجوره كفر الليبيا ماينوره، يبقى انا كده في السليم والطفل بتاعي فول تيرم. طب ما لقيتش روجي في السكروتم، ما لقيتش داركنس، ما لقيتش تيستس، لقيت الليبيا ماينوره هي اللي بروميننت والليبيا ميجوره لسه سيبريتد ومش مغطياهم، يبقى انا كده عرفت ان الطفل بتاعي بري تيرم، صح؟ عرفت ان الطفل بتاعي بري ايه؟ بري تيرم. يبقى انا عندي جينيتاليا، البريست، النبل، السول، السكالب هير، 4 أو 5 أو 6 رقولي، البريماتيور بتاعي أو البري تيرم بتاعي من الفول تيرم في ميني يعني سكند، يا دوبك هبص عليه بسرعة بسرعة لأني زبطته وعرفته ولقيته. طب عندي هنا أنا قلت أنا عايزة أعرف البريماتيور ليه؟ قلنا أنا عايزة أعرف البريماتيور يا جدعان علشان البريماتيور ده فيه بتحصل له مشاكل جامدة جدا ممكن تؤدي لأنه يموت. بالتالي انا لو استفدت من دراستي واستفدت من مجهودي اللي انا بذلته في دراستي اقدر احافظ على الطفل ده واقدر اخليه يتخطى المشاكل دي لاني فاهم طبيعته وفاهم ايه المشاكل اللي هتقابلني، فبالتالي انا مستعد لها، فبالتالي اقدر اتغلب عليها، فبالتالي احافظ على الطفل من المشاكل الكتير اللي ممكن تحصل له وتؤدي بيه الى الموت لحد ما وصله للاخصائي بتاعه اللي هيكمل معاه او لحد ما وصله للمستشفى الكبيره اللي هيكمل فيها، اقدر اتخطى على المشاكل الكتير اللي هتحصل بسرعه
وتؤدي الى الموت. قلنا البروبلم اللي بتيجي في البريماتور اول حاجه هو الريسبيراتوري ديفيكالت، يعني صعب او صعوبه التنفس. ريسبيراتوري ديفيكالتي مش هيقدر ياخد نفسه. ليه مش هيقدر ياخد نفسه؟ بالطبيعي كده ده واحد بريماتور، يعني معناه البرين سنتر اللي هي مراكز المخيه مش مكتمله النمو، يبقى بالتالي اللي هي ايه اللي هيساعده على التنفس هو المخ. طب لسه ما اكتملش، هيبقى فيه تنفس؟ اكيد هيبقى فيه مشكله. طب تاني حاجه مخليه في ريسبيراتوري ديفيكالت ايه؟ الشست، المسلز اللي في الشست ضعيفه، صح؟ عندي هنا المسلز لسه ما اكتملش نموها والاكتيفيتي بتاعتها ضعيفه، حتى هتقدر تساعده ان هو ياخد نفسه صح؟ لا. طب تالت حاجه اللونج الفيولاي، الالفيولاي ذات نفسها اللي هي اللي هي بيسموها بقى مش عارفه بيسموها ايه بالعربي، اللي هي الجزء بتاع الرئه او الاجزاء بتاعه الرئه اللي مسؤوله عن التنفس او عن تغيير الجازز الغازات مع بعضها مش مكتمل. الالفيولاي بتاعتنا مش مكتمله هي كمان، فمش قادره تؤدي وظيفتها. يبقى اول مشكله هتقابلني في حاله البريماتيور هو الريسبيراتوري ديفيكالتي، مش هيعرف ياخد نفسه، ودي من اخطر المشاكل اللي ممكن يتولد بيها الطفل اللي بريماتيور. ابقى لازم عارف هي السبب ليه، يبقى لازم عارف انه هيجي له ريسبيراتوري ديفيكالتي، فانا بالتالي لما ابقى عارف انه هيجي له مشاكل في التنفس ابقى مجهز له ايه؟ مجهز له الانبوباج، صح؟ مجهز له أنبوبة حنجرية، تمام؟ مجهز له العدة بتاعتي والأكسجين بتاعي علشان أديله مساعدة عشان أقدر أوصله الأكسجين لحد ما أوصله لمين؟ للحضانة بتاعته. طب تاني حاجة هيبقى عنده بور كنترول للتمبريتشر، التمبريتشر بتاعته متلخبطة برضو. إذا كان إحنا في الطبيعي قلنا الطفل بتاعي بيبقى لسه النورمال نيوبورت بتبقى لسه الهيتنج سنتر او السنترز مسؤوله عن تظبيط الحراره بتاعه الجسم بتبقى لسه ما اكتملتش في النورمال نيوبورت، فما بالك بقى هو مولود اصلا بدري كمان. يبقى اكيد الثيرمال سنتر او السنترز في البرين المسؤوله عن التمبريتشر والريجوليشن بتاع التمبريتشر لسه فيري بور او لسه نوت ديفلوبد، يبقى انا عندي هتحصل له مشاكل في التمبريتشر. تاني حاجه ما عندوش سبكوتينيوس فات بالكميه الكافيه. قلنا ان هو عادي بيطلع بخدود وبيطلع مقلبز وكل حاجه، بس مش بالكميه الكافيه زيه زي الماتيور فول تيرم انفنت، الطفل اللي خد وقته جوه بطن مامته اكيد كميه الفات بتاعته هتبقى اكبر، فهو عشان السبكوتينيوس فات بتاعه بيبقى فيري ثين فيري ليتل، فالطفل بتاعي بيبقى عنده مشكله في التمبريتشر ريجوليشن. برده ثالث حاجه ان المسلز اكتيفيتي بتاعته فيري ليتل، فمش قادر يطلع ايه؟ يطلع بقى انرجي، مش قادر يطلع طاقه علشان يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل الايه التمبريتشر او يعلي التمبريتشر او يزود الايه. اول نقطه difficult في الريسبيريشن، تاني نقطه difficult في التمبريتشر ريجوليشن، تالت نقطه difficult في النيوتريشن. احنا لسه قايلين الريفلكسز بايظه، مفيش ساكلينج ريفلكس، مش عارف يرضع، في difficult في النيوتريشن، difficult في الساكلينج اول حاجه مش عارف يرضى. تاني حاجه الاستومك بتاعته اكيد not well developed، نفس الفكره بالظبط، الجي اي تي سيستم بتاعه not well developed، فبالتالي الانزيمز والعمليه الدايجيشن والابزوربشن فيها ديفكت، فبالتالي في عنده نيوتريشنال ديفكت. طب في عنده حاجه كمان، عنده رينال برضو ديفكت، في مشكله في الرينال function. ليه؟ لان نفس الفكره الكدني لسه ما اكتملش نموها، الكلى بتاعته مش كويسه، فبالتالي هيبقى في مشكله في الرينال function. طب في عندنا ايه كمان؟ السسبتابيليتي للانفكشن، الاميون سيستم بتاعه اخباره ايه؟ هيبقى راخر، في مشكله. ليه؟ لانه لسه ما اكتملش، فاي ميكروب معدي كده على طول نعرف ان هو هيتصاب بيه وهيعمل له مشكله، فبالتالي لازم اخد بالي من الطفل البري تيرم ده كويس قوي من الانفكشن، ولازم افهمهم ان ده له طبيعه خاصه ولازم احافظ عليه من الانفكشن، لان دي من الحاجات برضو اللي ممكن تسبب. عندنا ايه كمان؟ النيرسينج كير اوف بريماتيور انفنت، النيرسينج كير بتاع البريماتيور انفنت. احنا اتفقنا في نيرسينج كير للنورمال نيوبورن، طب ده بريماتيور بقى هيبقى فيه نيرسينج كير؟ طبعا ده البريماتيور ده فيه بلاوي جيالي،
يبقى انا لازم ابقى عامل حساب البلاوي اللي جايه لي دي، تمام، وعامل حساب ان انا اتغلب عليها ازاي، واعرف ازاي اعمل لها كنترول، واعرف ازاي احافظ على الطفل بتاعي من المشاكل اللي بتحصل له دي لحد ما ايه ما يكتمل نموه، ولحد ما وصله للمكان الصح زي ما قلنا يتعالج فيه ويخرج زي الفل. فالنيرسينج كير اول حاجه لازم اعمل ايه؟ اسسمنت، دايجنوزز للطفل اللي قدامي. الطفل اللي انا مسكته ده يا ترى فعلا هو بريترم ولا هو جاي فول تيرم ولا سمول فور ديت ولا ايه؟ يبقى انا لازم اعمل دايجنوزز ان في بري تيرم بين ايديا ولا هو حاجه تانيه. ولو هو بري تيرم لازم اخد بالي ايه المشاكل اللي متوقعه وادور عليها واعمل لها دايجنوزز. دايجنوزز يعني ايه؟ يعني ديتكشن، يعني تشخيص، يعني اعرفها، يعني امسكها علشان لما امسكها اعرف اعالجها. ما انا عرفت خلاص ان ده بريماتيور بان انا عملت له اكزامينيشن وفهمت ان ده بريماتيور، ففرقت ما بين البريماتيور ولا فول تيرم ولا سمول فور ديت، فرقت وعرفت ان ده خلاص بريماتيور. انا عرفت ان البريماتيور بيحصل له كذا مشكله، ابقى مستعد ليها وابقى عارفها وادور عليها. طب يا ترى هو عنده الانستابيلتي في الريسبيريشن فعلا مش عارف ياخد نفسه ولا ربنا سهلها وعارف ياخد نفسه؟ طب هو التمبريتشر بتاعته اخد بالي منها، وهكذا. يبقى ابتدي اعمل اسسمنت للحاله ان هي فعلا بري تيرم قدامي، ده بري تيرم. طب فيها المشاكل اللي انا مستنيها ولا ما فيهاش؟ ادور عليها وابتدي اعالجها. مهم جدا ان انا عندي لازم ابقى مستعد للمشاكل اللي هتقابلني. لو لقيت ريسبيراتوري ديفيكولت، احنا اتفقنا لازم يبقى في فريكوينت اوبزرفيشن، لازم يبقى في عندي جود اوكسجينيشن، لازم يبقى في عندي كونسنتريشن في الهيوميديتي بتاع الاكسجين ذات نفسه عشان ما تعمليش مشاكل جوه الرئه بتاعت الطفل بتاعتي، لازم يبقى في كومبليت ريكوردينج للليفل بتاع الاكسجين والكونسنتريشن بتاعه في الدم. يبقى انا عندي لازم، تمام. لو انا عندي هنا البادي تمبريتشر هي اللي فيها مشكله، واكيد هيحصل فيها مشكله، لازم احطه تحت الهيتر، صح؟ لازم اخد بالي ان انا عندي، لو ما عنديش هيتر اللي هي السخان اللي بيتحط تحتيه الاطفال ده، افرض انا في حته بقى ميته بقى وما فيهاش اي امكانيات، لازم اتصرف اجيب له ايه؟ اجيب له ورم باك او هوت بوتل، تمام، واملاها بهوت ووتر، ماشي، ازايز ميه، قربت ميه، واملاها بميه سخنه وابتدي احطها حواليه عشان تحافظ لي عليه. طبعا ابدا البسه لبس كويس، تمام، على حسب الايه المستوى اللي هو فيه، ابدا البسه جود كلوزز، لازم اعمل له كومبليت طبعا زي ما بنقول كده كليننج للسكن، وكومبليت تنشيف للسكن كله، ووشنج للسكن بي جود تاولز علشان احافظ عليه من اي ويت سبستانس او اي ويت closes around him. لازم يبقى كله dry, very clean and dry, تمام. مهم جدا ان انا حافظ على الـ environmental temperature بتاعتي ما تقلش عن 20 درجة مئوية علشان هو هيبقى متأثر بيها جدا جدا جدا، تمام. ابقى مستعد لها وحافظ على التمبريتشر بتاع الطفل بتاعي. طب الديفيكالتي بتاعت النيوتريشن، هنا لازم احسب الكالوري بتاعت الطفل، ما سيبهاش للظروف بقى، هو اصلا الطفل بتاعي اساسا السكلينج بتاعه مضروب، فانا مش هسيبها بقى لرضاعته الطبيعيه ولما يجي له مزاجه والقصه والروايه، لا، الكلام ده مش هينفع. الكلام ده لازم احسب له بالظبط هو عايز قد ايه كالوري في اليوم، واشوف الكالوريز دي هديها له ازاي، والكالوريز دي هوصلها له ازاي، بانبوبه ولا بايه، علشان طبعا السكلينج ديفيكالت اللي عنده، تمام. وابتدي اديله فيتامين دي، لان طبعا قلنا كل الستورج فيتامينز اللي عنده والمينرالز اللي عنده وقع، فانا لازم اديله كالسيوم واديله فيتامين دي، تمام. ابتدي ازود له السكلينج باور بان انا استعمل له سبيسيفاير اللي هي اللهايه، اديله بقى اللهايه يبتدي يمص عشان ازود المص بتاعه، وعشان ازود الدايجستيف انزيمز فيبتدي يجوع معايا، تمام. لازم ابقى واخد بالي انه لو ما بيعرفش يرضع استعمل له الانبوبه زي ما احنا اتفقنا، اللي هي الانبوبه اللي هي الرايل، تمام. لو هو هنا البريماتيور لازم يبقى محطوط في انكيوبيتور طبعا،
ده لو كان محطوط في انكيوبيتور لازم او انا بقى رضعه يبقى في الرايت سايد او على البرومبوزيشن، يعني لازم يبقى متقام كويس عشان ما يحصلوش اسبيريشن. تمام. طب لو انا عايزه امنع الانفكشن، مهم جدا طبعا الكير بتاع الانفكشن بتاع النيو بورن اللي احنا عارفينه، اللي هو ان انا عندي الاي كلين، السكين كلين، الباتوكس الاريا بتاعت الباتوكس، مهم جدا ان انا اعمل ايه كليننج كومبليتلي للامبلايكال ستامب بالكحول باستمرار. كل الكلام ده لازم اعمل ايه، اعمله وبزياده كمان شويه في حاله البريتيرم، لانه متوقع انه يتنقل له امراض علشان الاميون سيستم بتاعه لسه ما اكتملش، ولازم انبه على اللي حواليه ان هم يبعدوا عن التلامس المباشر معاه، ولو هيتلامسوا مباشره معاه لازم يكونوا معقمين في سانيتري مونوفر لازم نقوم بيه، ان هم يغسلوا ايديهم كويس جدا ويبقى بيغسلوا ايديهم بمعقم، وقبل ما يتعاملوا معاه يتعاملوا معاه بحرص. تمام. فمهم جدا يبقى انا عندي كنيرس زي ما اتفقنا ان انا احط ايدي ان الطفل بتاعي ده بري تيرم فعلا، احط ايدي على المشاكل اللي هتقابلني وابتدي اتخطاها عشان احافظ على الطفل بتاعي، ولازم انقل خبرتي للاب والام وللي هيعيشوا مع الطفل علشان يحافظوا على اللي انا بعمله ده. ما هو لو هو خدوا الطفل وروحوا بيه وما حافظوش على اللي انا بتكلم فيه ده، يبقى كاننا ما عملناش حاجه، وهي برضو هيخلوا الطفل بتاعهم يبقى في حالة أسوأ من اللي هو عليها، ويبتدي يضاي بأي سبب من الأسباب اللي قلنا ممكن تسبب له الديس. طيب البريماتيور إنفانت محتاج طبعا سنسوري ستيميوليشن، محتاج يحس بالأمان، محتاج يبقى فيه علاقة وطيدة ما بينه وما بين أبوه وأمه عن طريق التاتش، عن طريق الكارينج، عن طريق الإيه الكاتشينج، كل الكلام ده مهم جدا إن أنا أحيي فيه السايكولوجيك سبورت، الحاله النفسيه لازم اعمل له سبورت للحاله النفسيه، لان دي الجروس بتاعه جدا. تمام. بعد ما احنا قلنا لسه قايلين اهو احنا محتاجين ان احنا نعمل education للبيرنتس، مهم جدا ان انا اعمل education للبيرنت. لو انا ما عملتش education للبيرنت باللي انا عملته ده، علمته لهم ووصلت لهم المعلومات اللي انا عارفها، مش هيحافظوا على الطفل. تمام. مهم جدا ان انا عندي زي ما قلنا ايه encourage ايه المذر تو بي روم ان، لازم تبقى فيري كلوز تو ذا بيبي، مهم جدا ان يبقى في تاتش للطفل البريماتور عشان اعلي السايكولوجيك سبورت، لازم يبقى في بلين ماشي وانت خارج بالطفل هتعمل معاه ايه وايه الفولوينج فيزيت.